السودان، ومعي على الهاتف سيد سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجيه المصريه. سيد سفير، هل نفيتم انتم ايضا هذا الخبر؟ طبعا هو طبعا خبر زي ما حضرتك قلتي غير صحيح على الاطلاق، واحنا نفيناه جمله وتفصيلا. القوات المصريه في الخارج فقط في اطار قوات حفظ السلام التابعه للامم المتحده، ليس هناك اي قوات مصريه في مناطق المعارف في جنوب السودان، وهذا خبر مدسوس ولا اساس له في الواقع على الاطلاق. طيب لكن يعني تفتكر ايه سببه؟ يعني ايه سبب خروجه في هذا الوقت من صحيفتين يعني مش معروفين قوي في السودان، او يعني مش واسعين الانتشار؟ هو للاسف الشديد يعني في صحف ومواقع الكترونيه يعني بدات في الفتره الاخيره في بث اشاعات واخبار مغرضه لا علاقه لها بالواقع لمجرد التشويش على التطور في مصر، خاصه واحنا بنقترب من الاستحقاقات الرئاسيه. فمثل هذه الامور لا يتعين ان احنا نوليها اي اهتمام، ويعني هذا هو ما تم. وزي ما حضرتك ذكرتي رياك مشار نفسه زعيم حركه التمرد في جنوب السودان نفى الكلام ده تماما، بالاضافه الى المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان اللي بيقود حركه التمرد. لكنك بتؤكد لي ان اي قوات مصريه موجوده ضمن قوات حفظ السلام اللي موجوده غالبا في دارفور، مش كده؟ موجوده في دارفور، وفي عدد محدود جدا موجود جوه جوبا، بعض المراقبين عددهم محدود جدا مراقبين في اطار بعثه الامم المتحده.